أستاذ علي صراري، التركة الثقيلة التي استلمها مجلس القيادة الرئاسي، استلم دولة مثقلة في زمن حرب، الشعب اليمني بلا مرتبات، الأوضاع الخدمات في اليمن في أسوأ مراحله منذ تشكلت الدولة اليمنية، أحوال الناس، الانكسار الداخلي، يعني حالة الخذلان والجحود التي تعرض لها الشعب اليمني. الآن ما هو برأيك يعني ما هي احتمالات نجاح مجلس القيادة الرئاسي، وهل هي يعني أكبر من احتمالات فشله؟ الواقع أن الأمل كبير بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأعتقد أن هذا الأمل صار يعني موجودا لدى كثيرين من اليمنيين، لم يعد مجرد أمنية وإنما صار فعلا يعني حقيقة في قلوب الناس. صاروا الآن فعلا أكثر تعلقا بالمستقبل وأكثر ثقة بأن المستقبل سيكون أفضل. لا شك بأن التركة كما أشرت بأنها كانت يعني تركة ثقيلة، وهذا معناه أننا لن نغادر هذه التركة بسهولة. هناك صعوبات كبيرة وآلام ومعاناة يعني سيعانيها الشعب اليمني خلال الفترة القادمة، ولكن هناك فرق بين أن نعاني وبيدنا أمل وبين أن نعاني ونحن يائسون. أنا أعتقد بأن الآن الأمل صار متوفر، وإمكانية التغيير في المعادلة والسير نحو يعني نتائج مختلفة هذا أمر صار واضحا، ولا شك بأن المرحلة القادمة سوف تشهد يعني فعلا تغييرات مهمة، وبما في ذلك حتى معالجة القضايا التي تواجه المواطنين مثل قضايا المعيشة والاقتصاد والمرتبات. كل هذه الأشياء أنا أعتقد أنه في ظل تشكل المجلس القيادة الرئاسي واتفاق القوى المختلفة في إطار الشرعية، هذا سيمكننا فعلا من إيجاد حلول بكافة القضايا المطروحة.